والصلاة والسلام على سيدنا محمد الموصوف بالجود والكرم، رضي الله عن آله وأصحابه ومن سار على نهجه وارض عنا معهم يا رب العرش العظيم. المسلم محكوم بما يحكمه به شرع الله تعالى، فإذا أمر بشيء ائتمر به، وإذا نهي عن شيء انتهى عنه، وإذا وجه إلى شيء توجه إليه، وإذا أبعد عن شيء ابتعد عنه. لذلك عبر بعض العلماء رحمهم الله تعالى من قديم بأنه من علامات الإنسان المسلم المؤمن الحقيقي الولاء والبراء. الولاء أن أوالي كل من أطاع الله تعالى وأحبه والتزم بأمره، أياً كان هذا الإنسان وفي أي مكان وزمان. والبراء أن أتبرأ من كل إنسان يحاد الله ورسوله ويعصيه ويجاهر بمعصيته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هذه الآية أصل في هذا الموضوع المشار إليه، أن طائع الله تعالى ولي للمؤمن، وأن عاصي الله تعالى المجاهر بمعصيته الذي يحاد الدين ولا يأبه له عدو للمؤمن، مهما كان هذا الإنسان وأيا كان قريبا أم بعيدا. وإذا أردنا أن نثبت هذه الفكرة في أذهاننا فلنستعرض بعض قصص القرآن وآيات القرآن التي تشير إلى هذا. لما دعا سيدنا نوح عليه السلام ابنه إلى الدين وإلى الالتزام بشرع الله تعالى وإلى الانتهاء عن معصيته واتباعه لأوثان قومه، لم يأبه ابنه إليه، بقي نوح عليه الصلاة والسلام مصرا على دعوته ومؤكدا على نصيحته، لم يلتفت الابن إلى هذا. ثم أغرقه الله تعالى مع من أغرق من الضالين الكافرين. عاطفة الأبوة موجودة في نفس سيدنا نوح، والأنبياء أكثر الناس رحمة بكل البشر، فكيف إذا كانوا أبناءهم؟ رفع يديه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. بالله عليك تأمل الإجابة الإلهية. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. ولدي ولدي ابني إنه ليس من أهلك. ثم أراد رب العزة أن يعلمه ما السبب الذي جعله ينتفي من ليس من أهلك. قال إنه عمل غير صالح. في بعض القراءات لعلها من غير المتواترة إنه عمل غير صالح، عمل أبلغ من عمله. قال إيه كيف يعني؟ هو الرجل إنسان، هذا ابنه إنسان، فكيف هو عمل؟ قال أراد هذا من بلاغة القرآن العظيم، أي أنه كله بكل ما يجمعه بكل ما يقوم به كله كتلة من الشر قد صار، فلذلك صار عملا سيئا، كله مجتمعا بما فيه عقله وجوارحه وأعماله كلها صارت شيئا واحدا، فهو بمثابة السوء كله، عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم. ما الذي سأله؟ سأله أن ينجي ولده، أن يعفو عنه، أن يتجاوز عنه. جعله الله تعالى هذا السؤال سؤالا بغير علم،
ما ليس لك به علم فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام. بالمقابل هذه علاقة الابن، علاقة الأب بالابن، أخذته شفقة على ابن عاص لله فأرشده الله تعالى إلى أنه يستحق منك أن تتبرأ منه. عكس هذا تماما، عاطفة الابن للأب، الابن يحنو على أبيه، والدي هذا أريد به الخير، سيدنا إبراهيم مع أبيه دعاه إلى الإسلام، بماذا رد عليه؟ بإجابات عجيبة جدا، من جملتها قال لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. إذا ما بتبطل دعوتي تنتهي عن دعوتك لي إلى الدين وإلى توحيد الله وإلى طاعة الله، جزاؤك مني أن أرجمك بالحجارة، لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أظن لعل الله أن يتجاوز عنك. أيضا جاءت آية أخرى تبين ما حصل لما وعد إبراهيم أباه بأن يدعو له رغم أنه قد تبين له أنه مشرك. قال الله تعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الابن تبرأ من الأب، العادة أنه الأب يتبرأ من الابن، الابن تبرأ من الأب، تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. ما أعظم هذا التوجيه القرآني القائم على أساس الدين، وما أخطر في هذا الزمان تلك التوجيهات التي توجه للناس أن نعاملهم. يقولون لك الدين المعاملة، إيه صدقت، الدين المعاملة، فإذا وجدت مسلما أخطأ في حقي فينبغي علي بناء على كلمتك أنت أن أقول اليهودي خير من المسلم، مو صح؟ جزاك الله خيرا، أقول اليهودي، وإذا قلت هذا فدين اليهودي خير من دين الإسلام، إذا أليس كذلك؟ هذه من لوازم هذه الكلمة. لما أقول المسيحي هداك شفت شلون رعاني بالسعر، وهذا المسلم أطشني وظلمني. جميل جدا، أنت من تمدح؟ تمدح النصراني أم تمدح دينه؟ بالله عليك فكر قليلا معي. أنت قلت نصراني، يا أخي لو قلت هذا الإنسان ظلمني وذاك لم يظلمني إنسان، لكن أنت تقول نصراني مسيحي هو اللي ظلم، ما ظلمني، وابن ديني المسلم ظلمني، معناها النصرانية خير من الإسلام. فوالي النصارى والمجوس والكفرة والملاحدة وتبرأ من المسلمين خير لك. قال لا، إذن بالله عليك، بالله عليك يا أيها المسلم، تعاملك مع الناس قائم على أساس دينهم. بالمقابل هذا الأمر يرشدنا، هذا مسلم عاصم الذي غدر بي أو آذاني أو وشى بي أو أكل حقي أو سرق مالي، مسلم عاصم لا أعامله كالطائع والصادق والأمين، هذا حق لي. في الأصل نحن نقول الأصل هو الدين والالتزام به والالتزام بطاعة الله حتى أعامل الإنسان على أساسه، فالمسلم الطائع غير المسلم العاصي، وبالمقابل المسلم عموما غير الكافر والملحد والمشرك. لا أسوي بينهما بحال من الأحوال، هذا موحد لله وذاك عاص لله تعالى. كم من الناس اليوم من تدفعه شفقته ورحمته وعاطفة أبوته، والمرأة عاطفة أمومتها، لأن يتغاضى عن كل ما يحاد ابنهم به الله ورسوله من أجل عاطفة الأبوة. يعرفون ابنهم يسرق ويدافعون عنه، يعرفون ابنهم يأكل الحرام ويدافعون عنه، يعرفون ابنهم يفعل الفواحش بأعراض الناس ويتغاضون عنه. لماذا؟ أقول لك يعني ابني إن شاء الله ما تقول له شيء، سيكون سببا في دخولك النار معه المشكلة بس فقط لا غير.
لما تدافع عن ظالم ولا تتبرأ منه ولو كان قريبا منك. وقدمت إليك الأمثلة من قصص النبيين في القرآن، لما تحابي ظالما وتوادده وتتعاطف معه وتحنو عليه بما لا يستحقه فأنت مثله، فقد يكون ابنك هذا العاصي المنحرف الذي يجاهر بالمعصية. وهناك أيضا فرق يا أيها الأحبة بين الإنسان الذي يجاهر ويعادي أوامر الدين وبين إنسان مخطئ إن حاورته وناقشته ونصحته يقول أنا مخطئ مذنب فاستغفر لي وادعو لي. في فرق كبير أيضا بينهما. أنا أعرف أن ابني إذا قلت له صلي ليش يا الصلاة الدين مو بالصلاة، هذا يحاد الله. وقد يكون بالعكس أيضا، أنا أعرف شبابا آباؤهم لا يصلون وآباؤهم يحادون الله ورسوله أيضا، فهذا لا يستحق مني ذاك العطف. ولكن بالمقابل ما طلبه مني هذا الأب العاصي في أمور الدنيا أقدمه له من باب البر الذي أمرت به، ولكني لا أعطفه لا أتعاطف معه، لا يستحق هذا التعاطف. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. سبحان الله العظيم، نزلت هذه الآية في قصة شهيرة لما كتب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، كتب رسالة إلى أهل مكة يبلغهم فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قادمون لفتح مكة. طبعا هذه جريمة كبرى في عصرنا، تعتبر هذه خيانة. سبحان الله، فأنزل الله تنبيها على الذي جرى، هؤلاء عدوكم لا تتخذوهم أصحابا. قال ابني مو كافر فكيف يكون عدوي؟ تمام، هذا أمر جيد. لذلك منذ لحظات قدمت لك قلت هناك فرق بين المؤمن العاصي الذي يتراجع ولو كلاما ولو يعني بالإظهار يقول لك أستغفر الله يا أخي أنا مقصر أتمنى منك الدعاء، وبين من يجاهر ويحاد أمام الملأ والعلن. لا تقول لي صلاة، لا تقول لي صيام، كل اللي بصلوا بصوموا لا بفهموا شيء ولا شيء، أنا أحسن منهم بكثير. أعوذ بالله من هذا الكلام، هذا يجاهر بالمعصية ويحاد الله ورسوله. سبحان الله العظيم. وقلت لكم طبعا الإسلام قائم على التعامل الحسن، ولكن أن أستصغر العبادات التي أمرني الله بها وأن أرضى ممن أمامي مهما كان قريبا أن يستصغر العبادات أو يحتقرها والعياذ بالله، فتلك مصيبة وجريمة نكراء لا تقبل بحال من الأحوال. فالمسلم حريص يا أيها الأحبة. هذا مثال على الابن والأب وعلى العائلة. أمثلة أخرى كثيرة في المجتمع. الصديق، أنا أسهر كل ليلة كل أسبوع كل شهر مع أناس يجاهرون بمعاصي الله يستعلنون بمحادة دين الله، أسهر معهم أقول علاقة لي يا أخي أنا، وقت بكون جالس ما بحكوا على الدين، وقت تنصرف عنهم إيش بسوا؟ قال بحكوا على الدين أشكال ألوان وبحتقروا أهل الدين وكذا وكذا. أنت إذن تواد من حاد الله ورسوله، هذا لا يجلس معه أبدا بحال من الأحوال. في حاجة ضرورية أقضيها يقضيها يعني ننصرف بعد حاجتنا مباشرة، أما يصبح صديقا لي أبدا يا أيها الأخ الكريم. مثال آخر، أنا أشتري من إنسان أيضا أعرف أنه يستعلن بمحادة الدين. بعض الإخوة والله هذا سعره أرخص، ولكنه بين الحين والحين والعياذ بالله أمام الناس جميعا يسب الدين. كم من البائعين من يفعل هذا؟ داروا أشتري من عنده هذا بالذات شان 10 ليرات أرخص، شان 10 ملايين أرخص، وهو يستعلن بسب الله تعالى. هذا يهجر في الله، لا يسلم عليه، لا يقترب منه إلا بغرض النصيحة أمر آخر. أما مثل هذا أساعده؟ عجيب هذا، عجيب هذا. وأهلا يا أبا فلان ومرحبا، على ما أهلا يا أبا فلان؟ على محادته لديني. فأكرر ما قاله أهل العلم في البداية، الولاء لمن أطاع الله والبراء ممن حاد الله ورسوله وتنكر لدين الله، هذا دليل على ثبوت الإيمان في قلبك، وإلا فأنت مقصر بقدر ما تنحرف عن هذه القاعدة العظيمة.
جعلنا الله جميعا وإياكم ممن يلتزم أوامره ويعظم شعائره، والحمد لله رب العالمين.